وللحديث عن استمرار إخفاء المغيبين والمعتقلين في العراق والاتهامات التي توجهها السلطات الحكومية لأهالي المناطق المستعادة رغم انتهاء العمليات ضد تنظيم داعش في البلاد، تنضم إلينا عبر سكايب من عمان الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية. أستاذة إيناس مرحبا بكم. لنبدأ من الإحصائيات غير الرسمية والتي تقول أن أعداد المختطفين في العراق تجاوزت 16,000 شخص. أمام هذه الأرقام الكبيرة، ما الذي يمنع من الكشف عن مصير هؤلاء أستاذة إيناس؟ نعم، يعني مساء الخير. في البداية فعليا لا يوجد أي مبرر لعدم الكشف عن مصير ومكان هؤلاء المختطفين، خاصة عندما نتحدث على أن مسؤولية الكاملة منقاة على الحكومة العراقية في هذا الجانب، وصفها دولة ذو سيادة ودولة ذو قانون كذلك الأمر. الاختطاف والاختفاء القسري هي جرائم بموجب القانون العراقي وبموجب القانون الدولي كذلك الأمر. نعم. والكشف عن تلك الجرائم هو مسؤولية السلطات، إلا إذا كانت هناك مصلحة لتستر على من ارتكب هذه الجرائم، وهنا تقوم المسؤولية على الحكومة العراقية كذلك الأمر. أستاذ إيناس، الحكومة أكثر من مرة تحدثت عن تحقيقات للكشف عن مصير المغيبين. عملية تأخر الإعلان عن النتائج إلى أي مدى يؤكد وجود ربما يكون يعني تواطؤ أو تورط من السلطات الحكومية بالتستر عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً؟ نعم، يعني مثل ما ذكرت لك، يعني هو لا مبرر لعدم فتح هذه التحقيقات. المسار الطبيعي لأي جريمة يبدأ بالتحقيق فيها، ولا يمكن أبدا تفسير يعني التراخي في فتح تلك التحقيقات إلا في إطار عدم وجود نية ابتداء للتحقيق في تلك الجرائم. وهذا الأمر يحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن مصير هؤلاء الأشخاص، وأيضا عن حال ذويهم طول فترة غياب هؤلاء الأشخاص. أستاذ إيناس، في ظل عدم وجود تحقيق حكومي عادل وجاد، ما إمكانية التحول لتحقيق دولي مستقل على أقل تقدير ينصف الضحايا ويكشف عن مصيرهم؟ هل هناك إمكانية؟ يعني التحقيق الدولي هو مطلب لدينا، لأنه يعني هناك ثبت عدم جدية وعدم استقلالية في الجهات التحقيق الوطنية الموجودة في العراق. ولكن التحول إلى التحقيق الدولي يستلزم أيضا فتح محاكمات للأشخاص المتورطين في تلك الجرائم، وفتح المحاكمة ابتداء يتطلب توافر إحدى شرطين، هما إما استنفاذ كافة الوسائل القضائية الوطنية أو ثبوت عدم قدرة القضاء الوطني على الحكم في تلك الجرائم. ونحن نرى يعني كمحامين وايضا ك يعني متابعين للشأن الحقوقي في العراق، بان هناك العديد من التدخلات التي يعني تطال القضاء، والتي يعني تجعل غير كفؤ لفتح مثل هذه التحقيقات. لذلك فالتحقيق الدولي هو مطلب اليوم، ولا بد من الاستجابة له من قبل الأمم المتحدة. أستاذ إيناس، بالتطرق الى دور الأمم المتحدة وايضا البعثة الأممية في العراق، لماذا يعني لم نشهد تحركا باتجاه ملف المختطفين؟ هل يجوز قانونا أيضا للأمم المتحدة أن تعول وتتعكز على تحقيقات حكومية؟ يعني اولا الامم المتحده يعني لابد لها دور كبير في الملف العراقي، لها دور يعني الاكبر في موضوع انهاء المعاناه الانسانيه التي يعاني منها العراقيون اليوم في العراق. ولكن لا يمكن ابدا الاكتفاء بالتحقيقات الوطنيه العراقيه، لابد من الامم المتحده ان تقوم بخطوه فعليا للكشف عن تلك الجرائم. هناك اعداد كبيره من المختطفين لا يمكن ابدا الصمت عنها. نعم، هناك اولويات في الملفات الحقوقيه والانسانيه في العالم، ولكن هذا لا يعني عدم الالتفات إلى ملف المعتقلين والمختفين قسرا في العراق. لابد من اتخاذ إجراءات في هذا الملف، وهذه الإجراءات يجب أن تكون دولية وتطال إجراءات من قبل الأمم المتحدة. لو تطرقنا إلى حديث وزير الدفاع جمعة ناد، حيث قال أن تنظيم داعش نشأ في المناطق السنية وذلك من أجل الحصول على إسناد، ألا يعتبر هذا التصريح تحريضا ضد هذه المناطق؟ بالتأكيد، يعني هو تحريض بالتأكيد، وأيضا هو يعتبر تمييز. وأي جرائم تبنى على هذا التصريح، سواء يعني كانت تهجير أو يعني نزوح قسري أو غيرها، هذا يعتبر من قبيل الأعمال الانتقامية، لأن ما تم على لسان هذا الوزير يعني هو يعتبر تمييزا وأيضا تعزيزا للطائفية والعنصرية في المجتمع العراقي. ولا يقبل أبدا من هذا الوزير يعني هكذا تصريح. لابد من أن يكون أو يتم التراجع عن هذا التصريح، وأيضا تقديم اعتذار لأهالي هذه المنطقة الذين وصفوا بالإرهابيين.
أستاذة إيناس، حملات المناصرة التي تدعم مطالب الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم، هل يسهم في إبقاء ملف المختطفين والمغيبين حاضرا وبالتالي يتم الضغط للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراح الأحياء منهم؟ يعني بالتأكيد أن حملات المناصرة أو كسب التأييد يعني هي تصب جهودها في تسليط الضوء على هذا الملف الحساس الذي لا يمكن أبدا الالتفات عنه، ولكن يبقى يعني الملف يعني هذا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات. يجب أن تلتقي جهود هذه الحملات مع إجراءات على أرض الواقع ومع تحقيقات من أجل الوصول إلى العدالة ومعرفة مصير هؤلاء المختطفين. نحن لا نقول بأن تلك الحملات هي يعني لا يوجد لها فائدة، ولكن يجب أن تعزز وأن تلتقي مع جهود أخرى موجودة على أرض الواقع من قبل يعني سواء الداخل العراقي أو حتى المجتمع الدولي. عبر سكايب من عمان إيناس زايد الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لكم.